السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. مولد النبي، ودايما مولد النبي بحب اللمة وانجر الفتة او حلة المحش على ذكر بط. سيبك بقى من الاكل على فرانكو بتاع خواجات والجماعة دي كلها. النهاردة عايزين نعمل شوية فتة. كان النقاش لغاية قبل ما اطلع من الأوضة عندي كان بنقول هنعمل شعرية بدل الرز، والست قالت لي طب نعمل مش عارف لحم مفرومة، نعمل مش عارف تربات تاتو. قلت لها يا بنتي ماشي. في الاخر معرفش ايه اللي فين في دماغها، قلت لها طب نعمل انجر فته. فالوليه زعلانه فوق وقطعت شعرها اللي فاضل. وليه هو ياخد قرار من غير ما يقول لي؟ وازاي ياخد قرار من غير ما كده يعني؟ فبقول لها يا بنتي اهدي بالله، احنا في موسم معديها، انا زي ابوكي وجيت خرفت، يلا خليها فته. ايه المشكله؟ شعريه انا بحب الشعريه بالمكسرات كده وبتاع مش عارف ايه. الرز ده بقى رز ابيض بلحمه مفرومه مع لحمه ضاني، ما ينفعش. الشوربه دي اوديها فين؟ الشوربه دي الجميله دي اوديها فين؟ لازم انجر فته. على ما تستوي الموز، لان الموز ضاني بتاخد وقت على السوا، هنعمل طرط سبانخ بالمشروم كده حلو بطريقه حلوه جميله. وانا مش عايز افرم السبانخ قوي، عايزها لفظ كده يعني، اشيل ده واخليها كده لما اشوحها واجي اكل كده الاقيها ليها طعم جميل. هتقولي بتفرق؟ بتفرق في التغطيه. يبقى نتوكل على الله ونقول ما قدرنا. عندي مشروم وزيت زيتون وسبانخ وتوم وبصل وملح وفلفل سماء بهارات مشكله، عجينه باف باستري، وعندي بيض، لبن، كريمه لباني، جبنه موزاريلا، جبنه شيدر. الوجبه غنيه غنيه غنيه، حلوه وجميله. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى، نشوف هنعمل ايه. نحط دي تشتغل براحتها على الجريليا، ونقوم نطلع الطاسه بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الثوم مع البصل اهو، عايز البصلايه حرشه، البصلايه تكون حرشه شويه. حرشه يعني يا جماعه، المخرج بيضحك عليها بكلمه حرشه دي، حرشه يعني تكون مش متقطعه جامد قوي. كل ما اقول كلمه يضحك عليها. براحتك. اهو. وانا اصلا مش عارف مين المخرج اللي شغال معايا النهارده. نصلي على رسول الله. ناخد شوية سماء. المشروم بتاعي بقطعه قطع كبيرة كده،
ادي بقى ايه السبينش بتاعتي، قطعة كبيرة اهي. الليبس اهو، كده انا مستخسر ارمي دول، لكن احطهم كده يمكن يهفني الشوق واعملهم شويه سبانخ، شوربه سبانخ. ما هو احنا ايه عندنا شوربه كتيره، والشوربه دي ممكن نستغلها في كل شيء. فانا مش هرمي حبه الليمون بقى كله سبانخ، يلا مش مشكله جدا. انت هتقول لي طب نصلي على رسول الله. انا مش عايز اجيبها خليها تجيب ميتها، عايزها تعرق بس كده اهو تهبط، ومش عايزها تجيب ميه. خدت بالك يا سي محمد يا فهمي؟ انت بترد عليا كمان؟ مين؟ يا ست الحاجة أم محمد. أهلا يا سيف يا منور، كل سنة وأنت طيب. ست الحاجة إزيك؟ إزيك أنت يا سيف يا منور، والله العظيم ربنا يحميك ويخليك يا رب ويديك الصحة والعافية. بهدى الأيام يا ست الحاجة. علينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين يا رب. أمين يا رب العالمين. حياة الرسول، حياة الرسول اللي أنت زرت وحطيت إيدك على سباكه. أنا عايزك تكلمني بعد الحلقة دي ما تخلص. حاضر على عيني. سيبي رقمك على عيني، على عيني يا ست الحاج. خد رقمها والنبي يا ست. على عيني يا امي. شفت كده انا مش فارمها قوي اهي. الزواد بيعملوها بقى كده ورق كده لبس مع السبانخ مع السلمون فريش مع الجمبري، تبقى ليها ورق كده بتبقى شكلها طعمها حلو جدا. الله ينور عليك، الله ينور عليك. مش عارف انا من غيرك كنت عملت ايه. كنت لفيت حوالين نفسي. يعني اهو ده احنا على قد ما نقدر يعني. مش هنتكلم في الحاجات دي عشان ما نخسرش بعض. عشان انت كده لوشت معايا في الكلام. خلاص كده كفايه اهي. نجيب بقى العجينه بتاعتي نفردها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم اكرم. الله يا شيخ شربيني. السلام عليكم يا عم الحاج اكرم. ازي حضرتك يا شيخ شربيني؟ في نعمه يا عم اكرم. والله يا شيخ انا بحب حضرتك جدا والله يا شيخ. حبيبي امورني يا عسل.
سمعت شيف شربيني، كنت عايز اعرف طريقه عمل البيتزا. يا سلام، بس كده غالي والطلب رخيص يا عريس. يلا يا ست الكل اللي قاعده فوق، ما اتنيها ثلاث تانيات، ما في اربعه. طيب انت هتعملوا ديتو عليا انتوا الثلاثه؟ خلاص انت اطلع بره الموضوع. ست نورة من ورانا. الو. ايوه يا نورة، كل سنة وحضرتك طيب. بعود الايام يا ست العرايس. ايوه يا نورة، اموري يا حبيبتي. لا مفيش، انا كنت بس عاوز اقول لك كل سنة وحضرتك طيب. حبيبتي صباح الهنا على عيون حضرتك يا بنتي، والله يكبر بخاطرك يا حبيبتي، ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. اشكرك على مكالمتك الجميلة الرقيقة اللي زي العسل يا بنتي. يا فتاح يا علي مرزاق كريم على الصبح، في حد خبط في الحلل النهاردة؟ طيب كده هنجيب دي. هنا هو. نجيب بس البيض. هنعمل عملية تجميل صغيرة كده، نصلي على رسول الله. الحيطان بتاعت الصينيه قليله، فانا بعمل لها عمليه تجميل كده اهو عشان تطلع معايا زي الفل. دي كده اهي، نجيبها كده اهو، ودي كده اهي برضو، نحطها كده اهو. عارف اللي بيقول لك اعمل حيطه يا ولد؟ ايوه كده اهو. طيب هي محتاجه طولة بال شويه، لكن عشان تطلع معانا كلها متنسقة والتنسيق ايه يكون كويس، بس كده احنا حلوين قوي. وروح جايين هنا بالصلاة على النبي. اهو الأكلة دي أحسن من اللحمة، أحسن من اللحمة، صحية جدا، غنية بالفيتامينات بالبروتينات، فيها بيض، فيها لبن، فيها كريمة، فيها جبن، ما تقوليش إن هي أرديحي، فيها حديد، فيها المشروم لوحده بدل اللحمة، فيها كل العناصر الغذائية اللي أنت تفكر فيها، كل اللي هتفكر فيه هتلاقيه. نفرد كده اهي، لا فكر بس وانا هفكر لك اهو. فكر اخويا فكر، مش عارف فكرت ايه ما لقيتوش يا اخويا. ماشي ادي كريمه لباني، شويه لبن،
ونعمل سيلكشن توجذر. حبيبي يا رسول الله، بس كده احنا حلوين قوي. نعمل كده عشان نشرب. ادي جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا. نعم، لا ما ندخلها الفرن، مش هديك اللي انت عايزه، اللي انت اللي لا لا اللي بيد الهادي، بيد الهادي يا اخويا، بيد الهادي يا اخويا. ولا دي ولا دي، ماشي خلاص. صلي على رسول الله كده، النار فوق وتحت وربنا يكفينا شرها. طيب يبقى نشيل بقى الدبكة دي كلها، عشان هو دايما بيزعق لي على الموضوع ده كده. استاذنكم اخد فاص وارجع لكم تاني، ولا غير المحطة واروح في حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل كده، حبة توم هم مع الزبدة، ونشوف بنعمل بيهم ايه. كده عيش قطعته اهو، وادي شويه ملح وفلفل اهو. خلي بالك بقى عشان لما نعمل حبه فته نشوف بنعمل في العيش بتاعنا ايه. في فرق بين الفته وبين التسقيه، عرفت يا باشا الموضوع ده؟ في فرق بين الفتة وبين التسقية، ايه هو بقى؟ ما برضو فتة بشرب. تعابير وشي كان اللي قالت لك اللي انا عايز اقوله. ده التوم كده بالعيش، وادي كمان شويه توم للعيش ده اهو. الفته والتسقيه يا جماعه، التسقيه بيجيب لك العيش وهم مقطعينه كده 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 في شوربه، ولايز ده كويس، وهوب ادي رز، هوب ادي مش عارف حبزلم بزرب عزيز، هوب بقت ايه؟ تسقيه. لكن لما حمر حبه عيش كده بضمير بالتوم بالزبده او بالسمنه، بس كده زي ما قلت لكم. عندي حبه بطاطس غريبه شويه، ما غريبه للشيطان. الست هانم قالت لي شغل دماغك شويه ومخك بدل ما انت سايبه على الزيرو، عشان نعمل للناس حاجه كويسه. قلت له حاضر يا ست هانم، حاضر يا ست هانم، وانا لا املك غير ان اقول نعم وحاضر كده. هعمل ايه يا سيدي؟
فصين توم. ادي حبه كرات. العيال ضاحكين عليها حاطين لي بصل اخضر وبيقولوا لي عليه كرات. ماشي الله يسامحكم. مفكرين اني ما اشتغلتش طباخ قبل كده. الواد ابراهيم واخوه ملوشوا ده هم اللي هتقول لي عليهم الاختين الحلوين دول. طيب بصل وتوم وكرفس وكرات اهو دي اول طلعه. بعد كده عند اللحمه بتاعتي بقى ايه التوابل اللي يحبهم قلبك. شوية توم بودر، بصل بودر باخد بقى عشان عايزه، بهارات. ام بلال سلام عليكم. جنزبيل عليكم السلام يا شيف. ازيك يا حاجة؟ عامل ايه يا شيف تربين؟ صباح الهنا يا ست الحاجة. صباح الهنا على عيونك. واموريني يا امي. الامر لله. انا عايزه اقول لك كل سنه وانت طيب. وعود الايام يا ست الكل. علينا وعليك وعلى الامه الاسلاميه جميعا. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. اتفضلي يا فندم. اشكرك يا ست الحاجه، اشكرك يا امي. لازم تقلب معايا وانا بلفها كده اهو. حبيبي يا سيدنا محمد. طيب هما يا سيدي هعمل ايه بقى يا سيدي؟ ناخد ست محمد معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا ست الحاجة. ربنا يبارك فيك يا استاذ، ربنا يخليك. واموريني يا امي. ما امرت عليك ظالم، انا عايز اعرف ابنك حبيبك على انهي قناه عشان بقالك مشفتوش. في الكنترول هيقولوا لك يا حاجه. على عيني يا امي. اشكرك. كده هنا. بعد كده يا سيدي. ادي التوم. وادي بيت الكرفس والكرات. وادي الجزر. ادي البهارات. بصلايا يا ست نور هان. ست نور هان هاني. ايوه. ايوه يا فنم. ايه كل سنة وانت طيبة يا شربين. وانت طيبة يا عسل. انا عايزة اعرف من عيني يا قلبي على عيني يا روحي. اشكرك يا بنتي اشكرك. بهارات عندي ايه؟ بس كده حلو قوي. ونصلي على رسول الله. كده عندي هنا حبة زيت زيتون.
وادي الخليط اللي احنا عملناه ده اهو. كل العناصر الغذائيه اللي تفكري فيها اللي تجيب طعم جميل وتست عالي، كرفس وبصل وجزر وتوم وتوم بودر وبصل بودر وزنجبيل وجوزة الطيب وبهارات وملح وفلفل، حدوته جامده، حدوته جامده اهو. بسويهم كده او بشوحهم كده اهو اهو. نركز مع بعض عشان النهارده يوم حلو وجميل. اشيل بس الفوارغ دي عشان المخرج كل شويه يقول لي شيل شيل شيل. انا شغال في محط مصر. حاضر حاضر يا باشا. يا سلام لو ربنا يهديك شويه عليا، كان زماني بيت طباخ قد الدنيا. لكن طول ما انت سخنان عليك، بص يا عمي اوعى كده اهو، اوعى كده، بص اوعى اهو اهو يا باشا. يا صلاة النبي 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 يا صلاة النبي. ايه رايك يا باشا؟ مرضي؟ على بركة الله. اهي نوطي بقى النار عليها شوية وبراحتها براحتها، نهدي النار عليها وبراحتها. وادي الطاسة بتاعتي اهي، بشوح فيها الخليط الجميل ده. والله النهارده يوم موسم ويوم مفترج، وانا عايز اتدلع واعمل لكم حاجات حلوه والله. بس الناس بتعمل النهارده المفروض، يعني ده كربطت على حله المحشي النهارده المفروض، وبكره بقى ناكل حلاوه المولد ونحتفل بقى بالمولد. ده لما اكون في الايام العاديه، والخميس والجمعه سمك المشوي. انت قلت له على كل حاجه. لا ما تبلش في بقك فوله، ما تبلش في بقك فوله. طيب ماشي يا باشا. وقعد معانا يا مرحبا. اذكر الله. طبعا قاعده حاطه ايديها على خدها ومستنيه اشوف اللي هيحصل. ده هو قاعده اصلا. يابا جبتيني، ياما جبتيني طباخ ليه ياما؟ مالها ممكن تطلع كوافير. مخرج بيقول لي شكلك لعطيف ولا سياحي. هو ده بعيرني كمان. ماشي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بيقول لي بتتوهنا ورايح على فين؟ يا بابور قول لي رايح على فين؟ يعني يا ست وفاء، ازيك يا شيف شربيني؟ ازاي صحتك؟ صباح الهنا على ست وفاء. صباح العسل عليك، كل سنه وانت طيب، وربنا يجعله مولد سعيد عليك يا رب. جميعا يا رب يا بنتي، جميعا يا حبيبتي. الصحه والعافيه ويشفيك دايما ويخليك دايما رب. بلسانك الرطب الجميل بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل. احلى حاجه فيك يا شيف شربيني ده الدنيا وما فيها. على فكره انت الشيف الوحيد اللي دايما
تصلي على النبي وتشكر الله. حبيبي يا سيدنا محمد حقيقي بجد. الله يبارك لك يا بنتي. والله بجد لان انا عارف بجد الكنز اللي ربنا بيديهولي ايه بجد. دي احلى حاجه احلى حاجه في الدنيا هي الله يكرم خاطرك ذكرى ولا اله الا الله وصلي على الحبيب واحنا نقول عليه افضل الصلاه والسلام. الله بصلي على النبي يا حبيبي. انت عمال تاخد ثواب واحنا بناخد معاك ثواب. يلا بقى بضحك عليكم باخد اللي بايديكم. صباح الفل على بنتي. اشكرك يا بنتي اشكرك يا بنتي. يا رايك كده يا ست؟ طيب خليها سيبي شعرها سيبي شعرها عيب كده. بصي يا ستي ادي ايه ادي البلانشة. على فكرة يخسرها علي يخسرها في يخسرها يخسرها والله. كان نفسي حد يقول لي انت بتعمل ايه. يا دنيا يا دنيا قطعت قلب سلايز. اذكر الله يا حلاوتك يا جمالك خليت للطباخين ايه. نعم خدامك يا باشا. ناخد فاصل ويجي عليكم تاني ورا غير المحطه ونروح في حته. انت معايا يا سي محمد؟ طيب هنا دي بقيه البطاطس عندي توميه ملح وفلفل شويه زبده وادي كمان مكعب مرق اهو ملح وفلفل. النبي لو اوريك اللي في بالي كده اهو. وادي ايه بقى يا سيدي؟ انا لا ملك ايديك لبن كمان شويه لبن نبي لوريك اللي في بالي. ادي كمان كريمة لباني وادي حتة زبدة وادي شوية جوز الطيب. قال له مالك وشك اصفر ليه يا عكر؟ قال له السلطانية.
انا بضحك دلوقتي على حاجه واحده بس يا عم. واحده قاعده فاتحه بقها كده بتبص. مش عارفه ايه اللي بيحصل. اه يا يابا. اه يا يابا. يا ست ايه السلام عليكم يا آية. السلام عليكم. السلام. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. امريني يا ست الكل. ربنا يخليك يا رب. بعود الايام يا بنتي. بعود الايام وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا بنتي بعود الايام. معلش كنت عايزه اقول كلمه للساده المشاهدين. نعم يا فندم. محدش يقطع علي الخط. كنت كان نفسي بس اقول كلمه للساده المشاهدين. اتفضلي يا فندم. مفيش حاجه بتقطع الخط على حد. امري سامعينك يا فندم. الو. طيب يا بنت الخط قطع من عندك حاجه كلمه تاني. خط قطع. عم ادهم. يا استاذ عم ادهم. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ امرني يا عم ادهم. حضرتك عايز بس اعرف الكيكه الاسفنجيه. على عيني يا فندم. على عيني يا فندم. تحت امر سعادتك. حبه رز هون بقى عشان انا الفته. عندي الشوربه اهي. حلاوتك يا جمالك خليت للطباخين ايه. ده مش انا ده انا بقول له هو. الله الله يرضى عنك يا ولدي. ست ماجده. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ست ماجده. ازي حضرتك يا شيف؟ في نعمه يا بنتي. بقول لحضرتك بالنسبه للبطاطس، البطاطس اللي تحت في الصينيه دي مسلوقه ولا واخده طاسه شويه ولا ايه؟ لا يا فندم دي مسلوقه 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 ثلاث ارباع سوا عشان تخش الفرن تستوي كلها مع بعض. واخده الثلاث ارباع سوا، الباقي برضو ثلاث ارباع سوا بس كملته في توميه وفي نفس الطاسه اللي حمرت فيها اللحمه. تؤمريني يا فندم. تؤمريني سعادتك. ست مالك. انا عايزه طريقه الكفته. الكشري؟ الكفته. حاضر يا فندم. خدام سعادتك يا فندم. نبي الكفته يا انسه. اهم حاجه عندنا بقى ايه؟ الفته بتاعتنا يا جماعه ما ننساهاش. الرز بتاعي بيسخن. عندي نوز بتاعتي. كده. كفتة الحياتي على الشاشة قدام حضراتكم اهي يا فندم. هنا ادي المستين. حتة السمنة البلدي. شوية بهارات، شوية كزبرة،
ملح. هو الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول كده لازم تعمل حاجتك بضمير. ده الرز بتاعي هنعمله للفتة. ليش حمرناه يا جماعة؟ دي التومة والسمنة، اللي فرق ما بين التسعية وبين الفتة. لسه هنعمل دلوقتي، نجيب بقى الطماطم دي عشان نعمل لها صلصة جميلة. نشيل القشرة بتاعتها كده، نفس الشوربه بتاعتي اهي، اقلب حبه ملح، مكعب مرق، وبص على الفرن بتاعي اللي هيخني. حبيبي يا رسول الله، نعلي بقى عليه. كده نعم يا فندم. برضو هو انت بتعب بتذبحش فاصل؟ الله يعينك يا ابني. ناخد فاصل وارجع لكم تاني، وانا غير محطه واروح في اي حته. رجعنا للجد بقى، وقال لك قال لك ايه، الله الله ايه على الجد، والجد الله الله عليه. نعمل بقى ايه الصلصه زي الكتاب ما قال. كتاب ايه قال؟ ايه انا مش فاكر، بس قال لك اعمل صلصه بمرد الله كده. الطماطم اللي انا عملت لها السكين بتاعها اهي، نصلي على الحبيب طبعا. كده العيش بتاعي اهو. بقول له هو انت من ساعه ما اشتغلت ما عملتش غير حبه العيش دول؟ هقول له ايه عن الشوق يا حبيبي؟ الرز شغال، صلى على النبي. كده تعالوا بقى نعمل الصلصة بتاعتنا. في عندي صلصتين، الصلصة الأولى طماطم، والصلصة الثانية اللي هي التومة الدقة أو صلصة البيض. يا ملك. ألو. أيوة يا ملك. الحمد لله. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. أمريني يا عسل. أنا زعلانة منك عشان ما عملتش الكريب. الكريب؟ ما عملتش ما عملتش كريب؟ اه. والمصحف قلت لك عليه؟ اه. والمصحف قلت لك انت اللي نسيتي.
طب هاتي ورقة ولا مكتبي تاني. طب معلش يا شيخ. قولي. طب اعملها الوقت. كوباية دقيق. طب اعملها الوقت. كوباية دقيق. وكوباية لبن. وثلاث بيضات. ثلاث معالق زيت زيتون. ذرة ملح وذرة سكر. كل دول كوباية الدقيق مع كوباية اللبن مع ثلاث البيضات مع ثلاث معالق زيت مع ذرة الملح وذرة السكر نضربهم كلهم في بولة لما يتجانسوا مع بعضيهم وبنجيب طاسة اللي هي ما بتلزقش ونحطها على النار ونغطي سطح الطاسة ونغطي سطح الطاسة وبعد كده نهزها مجرد ما بتتحرك هتطلع على الوش نقلبها على الوش التاني هتطلع معاك زي الفول. والله انا قلتلك بس انت نسيت المرة اللي فاتت معلش سامحيني. طيب الصبية من حقها تعاتبني الصبية من حقها تعاتبني. يلا بقى نعمل الصلصة بتاعت الفتة. ادي نص السمنة اللي حدايا دي وادي نص التوم اللي حدايا اهو ده النص تمام كده يا باشا اهو وادي مكعب مرق اهو بتصلي على رسول الله يا عم يا سيد محمد عمي محمد يا عمي محمد مساء الخير يا شيخ مساء الهنا يا عم محمد ازي حضرتك عامل ايه في نعمة يا ابويا كل سنة وحضرتك بعودة الايام يا عمي الله يحفظ حضرتك عامل ايه في نعمة يا ابويا امرني في الامر الله وحده كان ليا طلب عن سعادتك بعد اذنك خدامك يا فندم ربنا ما يحرمنا منك يا رب. حضرتك انا شغال نقاش. اه يا فندم. ومن ساعة الثورة الدنيا مش مظبوطة، الواحد بيشتغل شوية وبيقعد شوية. ربنا يعينك يا ابني. اللهم امين يا رب، وعندي ثلاث أولاد. ربنا يخليهم لك. كان الله يخليك، كان نفسي يا حضرتك أسافر أو أشتغل حاجة تبقى ثابتة. طيب، سيب تليفونك وأنا خدامك وربنا ييسر الأمور. أشكرك يا ابني. ربنا يا رب يا ابني يسترها معاك بحق جاه النبي. ربنا يسترها معاك. ادي الطماطم الفريش يا جماعه اهي. لازم حبه الصلصه الفته تحب الصلصه كتير. ودي كمان حته سمنه هنا عشان ما تزعلش مني. هنشيل بقى كل حاجه من هنا. طيب هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ ونعم بالله. يلا. طيب ادي العيش بتاعي اللي انا حمصته اهو مفيش داعي اخده في الارضيه عشان التوميه لو اتحرقت ولاش ليه لازمه كده اقوم اعمل ايه يا سيدي ابص على الرز الاول بتاعي عشان لما اشتغل ابقى عارف انا رايح فين وجاي منين. ها؟ عايز سليبه حلوه. م.
كده اهو اغطى عليه، ابص على الفرن بتاعي. يا حبيبي يا سيدنا محمد، يا حبيبي وتاج راسي يا سيدنا محمد. بص بقى يا سيدي، اقلب دول كده اهو. حبة ملح، حبة سكر، شوية كمون، شوية بهارات، شوية كزبرة نافشة. دي أول صلصة. الصلصة التانية، يقول لي هو أنت مالكش غير صلصة النهاردة؟ ادي حتة السمنة البلدي. مريان، ادي توم. الو، السلام عليكم يا مريان. انا مشربيني. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. امريني يا عسل. انا بسلم على حضرتك بس حبيبتي. صباح الهنا. نسبة المولد النبي. اللهم صل على النبي عليك. كل سنة وانت طيب يا عم. وعود الايام يا روح قلبي، ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي ويخليكي ليا. ما نتحرمش من سؤالك الجميل يا روح قلبي. كده السمنة اهي. دي طشة تانية، خلي بالكم. هنا بقى نعمل ايه يا سيدي؟ يا عم ياسين، حبة صلصة هم. يا عم ياسين. الو عم ياسين، صباح الخير اهم. لو سمحت عايز قول ولا هنا. لو سمحت عايز طريقه البيكاتا بالمشروب. يا صلاة النبي على عيني يا عسل، على عيني. حطينا حبه شوربه هنا يا عمي. يا ابويا سامعني؟ نعم. معنا عامل حسابك بابلينا وضوطيها. انا رايك يا اختي، يحق بس هو بالتفاصيل، حق بالتفاصيل. وادي دول حبه العيش دول اهم. بلاش والنبي شوربه كتير عشان تبقى مقرمشه. حبيبي يا سيدنا محمد، نعمل بقى دول ايه اهم. طب انت فين والعب فين؟ مش هو بقول كده؟ كده نشيل الحبة دول. اوعى تفكر ان حاجه هتبوظ منك. ادي الخل اهو. يا ست كريستين، حبه كمون. صباح الهنا. ازاي حضرتك يا ست شربيني؟ في نعمه يا بنتي. كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا ست الكل. انا مبسوطه جدا جدا اني بكلم حضرتك. وانا فرحان بصوت حضرتك يا فندم. صدقني بنتي من وهي كام شهر سنة وهي بتحب حضرتك وبتتفرج عليك جدا. ربنا يخليها لك ويكبر بخاطرك يا رب. بجد انا من الناس اللي بحبك قوي 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 قوي. ربنا يزيد المحبة يا بنتي. ربنا يديك الصحة بجد، وفرحانة اني كلمت حضرتك. ده شرف ليا صوتك والله يا بنتي. ربنا يصلح حالك يا بنتي ويصلح حالنا يا رب. خلاص كده يا عمي. اهم حاجه حبه الطشه اللي احنا عملناها الاخيره دي يا جماعه. ابص على الفرن بتاعي. في ثرموستات شغال عندنا الحمد لله، بنعرف التايم بتاعنا.
ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. حد شير من الارضيه بتاع الحله دي عشان هاكلها بعد الهوا. هي مش ارضيه كتير ولا حاجه بس اهو تفاصه مني. يا حلاوتك يا جمالك. يا سلام لما اديها شاء شوربه. لا يا باشا اصحى معايا بقى كده احنا هنخبط في الحلل. كده هنخبط في الحلل اهو. نعم يا ابويا تاني. طب هنستاذنكم ناخد فاصل زي ما المخرج قال لي بس، ولا هنغير المحطه ولا هنروح في اي حته. كده طلعنا الصينيه اهي، وادي الكيش، وادي بسم الله الرحمن الرحيم. ادي هي الصلصة بتاعتي، ممكن احطها من بره، هي كده كده هتقع مني بس انا بعمل اللي عليا واللي بقى على الله. دي الطشة بالثوم. بيت الصلصة احطها في بولة جنبيها. بيقول لي فين حبة الطرش البلد اللي جنبيها؟ ما احنا هنعمل حلقة على المخللات يا عم الحاج، بخلي الطرش المخللات لما نعمله. بس انا ممكن اديك قرنين فلفل حرقين اهم عشان يقطعوا نفسك. يفتحوا نفسك. كده دي الفته بتاعت مولد النبي، كل سنه وانتم طيبين. وادي حبه الصوص الفاضلين. طب انت عايز حاجه مني؟ جعت. اشكر عمنا الجميل مخرجنا الاصيل سي محمد فهمي، واشكر كل الكاست الحدايا، واقول نشوفكم ان شاء الله ب
بإذن الله بكرة على خير. السلام عليكم ورحمة الله.